ثقة وكلنا يعني أمان وطمأنينة غير عادية في جيشنا. إحنا يعني بنفخر وبنعتز بأعظم جيوش الأرض وفي ظهره ووراه، وعارفين إن حقنا راجع. وأتمنى إن يعني إن خلاص بقى نبدأ ننتقل نقلة نوعية لاستراتيجية هجومية شوية. يعني المفروض إن إحنا الفترة اللي جاية المركز اللي زي ده يعني كل يوم الصبح نروح نضربه. طبعا هو قد يكون كلام يعني ارتجالي، ولكن اتمنى ما نستناش بقى حوادث اخرى ونبدا نامن العمق اللي هو جوه ليبيا، لان ده طبعا يحمل تهديد ارهابي غير طبيعي. انت خدت بالك من